اللجنة الخمسية، انا قلت قبل كده اكتر من مرة وبقولها تاني، اللجنة الخمسية هتدمر الكورة في مصر. يا بيه احنا في شهر سبعة، سبعة خلص خلاص داخل تمانية، فاضل ماتشين في الدوري بالنسبة لنا في الدرجة التالتة، فاضل ماتشين هنلعبهم امتى؟ مفيش حاجة اتحددت لحد دلوقتي. الدوري الموسم الجديد هيبدأ امتى؟ يا بيه ما هم مش عارفين حاجة، مش عارفين ياخدوا رأي، مش عارفين ياخدوا أي قرار. أنا بشكر جهود اللجنة، وإن اللجنة أدت دور محترم، وأغلب قراراتها أنا شايفها في مسار تطوير الكرة المصرية حقا. وأتمنى اللجنة دي إن على هذا النهج يستمر. أنا شايف ناس بتقول اللجنة ما تستمرش واللجنة تستمر، ما نسيب اللجنة طالما اللجنة ماشية بخطى محترمة وبتؤكد على في نهجها على تطوير الكرة المصرية بكلام مقنع. احنا لغاية دلوقتي حتى الآن مش عارفين الوضع ايه بالظبط. لا الاتحاد بعت لنا هل في استمرارية او في استكمال، وبرضو لجنة المسابقات برضو لم ترسل لنا اي شيء حتى الآن، وبالتالي احنا بقينا دلوقتي داخلين على الاربع شهور، وطبعا معظم اللعيبه ما فيش تدريب اصلا، كان ممنوع اصلا التدريب، وحاليا متوقفين تماما، فما نعرفش ما هو الموقف غير ظاهر تماما، واحنا في انتظار القرار اللي هو اللجنه الخماسيه او الاتحاد الكوره ان شاء الله اللي هو يكون. احنا عرفنا ان فرق الدرجه الثانيه تم عمل مساحات ليها، احنا موقفنا ايه فرق الدرجه الثالثه من ده كله؟ والناس دلوقتي لها مستحقات، واحنا كنادي فاقوس الرياضي من اعرق الانديه، ده منشأ سنه 42 ومفيش اساسا اي دعم ولا اي حاجه، والناس اساسا اللي هي اللعيبه برضو وراها التزامات وكده، واحنا مش عارفين نوفي بالتزاماتهم، واحنا لحد دلوقتي مش عارفين هنعمل ايه. والناس طبعا داخل علينا برضو ايام عيد، والناس دي لها مستحقات ومش عارفين نعملها، لان النادي اساسا مفيش في دخل اساسا، يعني الدخل ضعيف جدا جدا جدا. انا رؤيتي او اعتقد رؤيه الانديه في الاسم الثالث والاسم الرابع صعب جدا جدا ان الامور ترجع فيها، وعلى مباراتين نجمع فرقه تاني ويعمل مسحات ويعمل اجراءاته الاحترازيه ويعمل امور كتير جدا مطلوبه منه، والموضوع على ماتشين. كانت رؤيه مع الاتصالات بالانديه، كانت كل معظم الانديه قالت ان الغاء الهبوط وصعود الاوائل وتطبيق مبدا الجداره. فدي كانت رؤيه حتى في الحوارات اللي كانت مع اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. كان معظم اللي كانوا موجودين كده، كانت المشكله الوحيده ان في بعض المجموعات فيها اول وثاني وثالث ورابع مثلا قريبين من بعض، لكن في مجموعات اتحسمت فعلا زي مجموعه الاسم الثالث بتاعنا ده اللي اتحسمت فيها بني عبيد، وفي كفر الشيخ مجموعه كفر الشيخ اتحسمت، في مجموعات كتير اتحسمت. احنا خلاص اللي طلع من اللجنه الخماسيه ان بني عبيد كفريق متصدر المجموعه من اول الموسم، وان هو حصل على البطوله وبطوله الدالية في المجموعه التاسعه، خلاص هو ما عادش فارق معاه الماتشين اللي باقيين، فقال لك الاوائل هيصعدوا مباشر خلاص. باقي المجموعات التي لم تحسم فيها البطوله اللي في احد الفرق هتستكمل الماتشين اللي فاضلين، ويحدد بطل ويصعد الاوائل من القسم الثالث الممتاز به، على ان يكون القسم الثاني الموسم القادم الثلاث مجموعات كل مجموعه بتمثل 16 فريق. هو كان في بعض مقترحات ما خدوش بها قرار، اللجنه الخماسيه ما خدوش بها قرار، كان في مقترحات بيعرضوها على جميع الانديه بالقسم الثالث. بناء على الكلام ده قال لك في مجاميع نهت خلاص، في اللي وصل وفي مجاميع لسه ما تحددش مصيرها، زي اللي هي المجموعه مثلا، يعني مثلا اللي هي فيها شبان قنا في 45 46 47، يعني مجموعه لسه فيها ماتشين 6 بونت، في مجاميع حسمت وفي مجاميع ما حسمتش، فكانوا قالوا ايه اللي في الحاله اللي زي كده هيشوفوا المجاميع دي تمشي ازاي. النهارده لما الاتحاد بيعتمد نتيجه الدوري كما هو على حال توقفه، كان ده ممكن حل يرضي الاطراف. النهارده درء المفسده
مقدم على جلب المنفعه، جنب المنفعه ان احنا بنستكمل الدوري، المفسده ان احنا ممكن في ناس هتصاب، المسحات دي هتعمل ازاي، معظم اللعيبه مغتربين في كل الانديه، دي كانت مشكله وكان الكل بيتناقش فيها، ازاي الناس دي هتقعد مع بعض، انا ماجر شقه او ماجر شقتين، او الناس هتيجي في اوضه اللبس او بيدخل جون واللعيبه بتهني بعضيها، حاجات كتيرة قوي، فضلا على ان لو واحد مصاب من الفريق كل زمايله هيخافوا ان هم يحضروا او يبقوا موجودين متواجدين معاه. كل الحاجات دي احنا كنا بنتوقعها وهتواجهنا فعلا في عملية الاستئناف. تأخير قرار اتحاد الكورة اللي بيخص القسم الثالث، طبعا انا شايف ان من وجهة نظر انا الشخصية ان تأخير القرار ده يرجع لان اللجنة الخماسية مهزوزة في قراراتها، وكل القرارات المتخبطة دي كلها كان هو سببها اللجنة الخماسية. انت حضرتك عندك الدرجة الثالثة، خلاص انت اخدت قرار بالممتاز، واخدت قرار بالممتاز بيه، ايه المانع ان انت ترجع بالثالثة؟ هتتكلم على المساحات؟ معلش انا اسف، احنا مش احسن من اسبانيا، بتكلم في الكرة المصرية عموما، احنا مش احسن من اسبانيا ومش احسن من انجلترا اللي دورياتهم شغالة دلوقتي. بلاش نصدق نفسنا بالشكل الغلط اللي هو يرجع بالكرة المصرية لسنين ورا.